كواليس صادمة حول إعدام المطرب صباح السهل، شاهد على فساد نظام صدام حسين. صباح السهل مطرب عراقي اتحكم عليه بالإعدام شنقاً، فعاد نظام صدام حسين واتمنع عرض كل أغاني من الإذاعة والتلفزيون العراقي. حكاية صباح السهل بتتخط سطورها بين خيانة زوجة وبشاعة نظام، حكاية شايلة شهادة للتاريخ عن اللي جرى بدولة عريقة كانت لعبة في إيد نظام فاسد. تعالوا نعرف حكاية المطرب الشهيد صباح السهل. اسمه صباح محسن محمد السهل، اتولد 1946 في مدينة الشطرة بمحافظة زيقار بجنوب العراق. كان من أشهر مطربين العراق، وكان بيميز صوته العذوبة والقوة والشجن. صباح كان متعدد المواهب، كان بيشتغل في بداية شبابه رسام وخطاط ومصور وحلاق. ولأنه من عيلة ميسورة الحال، فكان متزوج وعنده من زوجته الأولى ولد اسمه خلدون. بدايته الفنية كانت في السبعينيات، وكان مع مجموعة من الشباب عملوا فرقة وكانوا محبوبين، بس كان أكترهم تميز هو صباح. كان ليه أغاني سينجل بيغنيها لوحده. اتنقل صباح السهل لعالم الشهرة بعد ما سافر لبغداد بفترة قليلة. حققت أغانيه نجاح غير مسبوق، وكان من أشهر أغانيه بلا يوداع. صوت صباح السهل مش بس كان عشق للشعب العراقي، ده كان عشق للسلطة والحاكم وابن الحاكم. وفي فترة السبعينيات كان عدي صدام حسين من عشاق أغاني صوت صباح السهل، لدرجة أن قربه منه كان بيخليه يحضر كل الحفلات الخاصة معاه حتى لو مش هيغني فيها. وده كان القدر اللي منتظر صباح السهل. شاف صباح الوجه الحقيقي لفساد النظام، شاف الانتهاكات اللي كانت بتحصل بالوسط الفني للعراقيين وغير العراقيين من ابن صدام حسين. في الفترة دي صباح السهل اتعرف على واحدة مطلقة عندها ولد، حبها وقرروا يتجوزوا واشترى لها بيت وكتبوا باسمها، وعاشوا حياة سعيدة لحد سنة 1993. بدأت الخلافات بينهم، وفي يوم مر صباح بضيقة مالية وكان عايز يبيع البيت. الزوجة رفضت لكنه صمم. هنا فكرت الزوجة ازاي تبعد صباح عن البيت وتتخلص منه، ففكرت في فكرة شيطانية، وهي انها تسجل له انتقاداته الدايمة لصدام حسين وابن عدي وتسلمها للمخابرات. وفي يوم كان الفنان صباح السهل راجع بيته بعد حفلة من الحفلات اللي عاملها عدي وعازم فيها فنانين عراقيين وفنانين من الوطن العربي، كان متضايق من افعال عدي، فاتكلم مع زوجته في اوضة نومه بكلام مسيء للنظام. فزوجته الخاينة شغلت التسجيل وبدأت تسجل له الكلام المسيء للنظام، وكمان كانت بتجريب أسئلة إجابتها كلها وقعته في مشاكل أكبر. ومدم الكلام اللي قاله حقائق وأسماء عن نظام فاسد. تم القبض على الفنان صباح السهل بتاريخ 4 إبريل 1993، وتوجهت لي تهمة التهجم على شخص الرئيس وعيلته والقيادة السياسية، وواجهوه بالكلام اللي قاله. ولما قال آه أنا قلت الكلام ده بس في أوضة نومي مع زوجتي، فاجئوه ان هي اللي سجلت له وبعتت التسجيل ده للمخابرات. وبتاريخ 2 مايو 1993 اتشكلت محكمة المخابرات ببغداد وحكمت على المدان صباح محسن محمد السهل بالاعدام شنقا حتى الموت، ومصادرة كل امواله المنقولة وغير منقولة. والاشد قسوة من الموت هو اتلاف نظام صدام حسين لجميع اغاني الفنان صباح السهل، ومنع إذاعة أغانيه في محطات التلفزيون والإذاعة بقصد محو من الذاكرة، لدرجة إن في ناس ما كانتش تعرف إنه اتعدم أصلاً إلا بعد سقوط صدام حسين. طب إيه كان مصير زوجته الخاينة بعد ما دبرت للفنان المكيدة البشعة دي؟ تعالوا نكملكوا باقي الحكاية. زوجته طبقت المثل اللي قايل يقتل القتيل ويمشي في جنازته، ومشيت فعلاً في جنازته وسط أهله، وكان باين عليها الحزن الشديد، وفضلت على تواصل بأهل المرحوم صباح، وده لأن محدش عارف إن هي السبب في موت ابنهم. تمر السنين ويكبر ابنها ويتورط في قضية سطو مسلح ويتحكم عليه بالإعدام. فحاولت تخرجه عن طريق مسؤول في الدولة، لكنه طلب منها مبلغ مالي ضخم، ولأن ما كانش معاها الفلوس اضطرت تبيع البيت اللي كان مكتوب باسمها. بعد بيع البيت ادت كل الفلوس للمسؤول، وبرضه ابنها تعدم لأن المسؤول ده طلع نصاب. بكده الخاينة خسرت كل حاجة، ابنها وبيتها وزوجها اللي خانته، وكمان جالها جلطة فدخلت المستشفى وماتت. ولأن ربنا بالمرصاد أراد إنه يكشف سرها بعد موتها، فبعد سقوط نظام الدكتاتور صدام حسين تم العثور على التسجيل الصوتي في مبنى الاستخبارات، التسجيل اللي بسببه اتعدم الفنان صباح السهل.
وعرفوا أهل الفنان إن الخيانة والغدر اللي اتعرض ليه ابنهم على إيد زوجته، وعرف العالم كله حكاية فنان شريف مات شهيد بدون ذنب. كل اللي عمله إن شاف الغلط ورفضه. رحم الله الفنان صباح السهل وأسكنه فسيح جناته.